هادشي اللي شفتو اليوم كان واحد المجهود ديال شهرين و15 يوم، كنا والنزلاء من عدة مؤسسات مختلفة وتلاقينا في سجن العرجات وتمايا قمنا بتدريب التدريب. وكنشكر الناس اللي سهروا معنا وضحاو معنا بالوقت ديالهم، و راه بكينا وضحكنا وتبورشنا وغوتنا وبحينا و حلم ما سخيناش نفيقوا منه، كنا بغينا نبقاو عايشين غا هكاك. ولكن شكرا لهم، شكرا للمنتخب اللي احنا المغرب، احنا المغاربه قادرين وفينا شي حاجه، خاص غير الفرصه، ونتيقوا في بعضياتنا يكون الخير ان شاء الله. ديالكم تحقق بحضور المنتخب، لاعبين المنتخب المغربي اليوم مباشره، ودابا شوف راه داخل اسوار مغلقه والناس برا راه هما كيمشيو باش يشوفوهم، هما راه هما جاوا لعندنا، يعني راه هذا حلم بالتالي بحد ذاته، راه حلم. السلام عليكم. اول حاجه صراحه الاجواء ديالنا كانت مزيانه، وبالنسبه للبريباراسيون بالنسبه للاهازيج اللي كنا كندير ديال المنتخب الوطني، ان المشرفين اللي وقفوا معنا وتعاملوا معنا معامله زوينه وريبيشينا مزيان، كنا كنتمناو باش نقدموا احسن ما عندنا، يعني باش تكون تبان صوره السجناء كان صوره جيده. حنا شرف كبير لنا، حصل لنا الشرف انه بحضور المنتخب الوطني يشرفونا داخل المؤسسه السجنيه. هي صراحه عشان بكل صراحه احساس لا يوصف، كان المنتخب الوطني كتفرج المنتخب الوطني كاول فريق عربي وكاول فريق افريقي غيوصل للمربع الذهبي، هذا انجاز عظيم وانجاز كبير بزاف. وحنايا كسجناء الفرحه، يعني فرحه كانت فرحه عارمه باهازيج وبانسان يصاب. بكل صراحه حنا بكينا بزاف، بكينا بالفرحه كاننا مغاربه، يعني فرحه لا توصف. اجواء انوبليابل، وهذا عرس واش غنقول لك، هذا حلم بالنسبه لنا حنا كنزلاء، ما كناش كنتظروه. دازو بزاف ليزيفينمون، داتو من دوبيا ساميه لإدارة السجون، وكل مره كيكون تام، هذه المره لو تام ديال الرياضه كان بارفي، ما انوبليابل، ما يمكنش تخيل الفرحه اللي دخلوا علينا وكيفاش تعايشنا شي حاجه اللي كانت حلم بالنسبه لنا. عشنا الاجواء مع المنتخب الوطني داخل السجون، واليوم كنعيشوا معاهم وكنشوفوا داك الشيء مباشره، شي حاجه ما يمكنش نعبر عليها، شي حاجه ما يمكنش تعبر عليها، صعيب، شي حاجه اللي ما كناش كننتظروها حنا داخل الاسوار، وما كناش كننتظروا واحد النهار تكون شي ايفينمون اللي غيجيو وغيقولوا احق ارس النزيلات والنزلاء باش يحضروا مع المنتخب بحال هكايا. شكر جزيل إدارة السجون، سيد المندوب العام اللي كيعطينا هذه الفرصه باش كل مره، وكيفاجئنا في كل مره بايفينمون في شكل. ميرسي بوكو. عشنا الاجواء ديال الفرحه ديال المنتخب الوطني، الفرحه اللي قام بها المنتخب الوطني، فرحوا الجميع، فرح جميع الدول، فرح معنا الناس، كذلك احنا النزلاء داخل المؤسسه السجنيه حسينا بالفرحه، حسينا اننا احرار في ديك الشهر كله ديال المونديال. ما كرهناش كل ماتش كنا تنتناولوا يكملوا يزيدوا لقدام، كي قالوا سير سير سير، حتى احنا ولينا ما بغيناش نفيقوا من ذاك الحلم. وكذلك اليوم في الجامعه في السجون جاوا حضرونا فريق المنتخب الوطني، فرحنا بزاف بزاف بزاف، رغم السجن رغم هذه القساوة حسسنا براسنا اننا احنا منتمين لهذا الشعب، ما تمش الاقصاء ديالنا ولا التهميش ديالنا، حيت واخا غلطنا ان الروح الوطنيه راه في دمنا وحنا نادمين، وهذه الفرحه قدرنا اننا نغير تغيير، نحسوا بروح الوطنيه ونتغيروا بزاف.